حديث خالد البلطان، دائما خالد البلطان حديثه فيه شفافية ووضوح. الآن اللي يسويه البلطان هو الصح. يعني من بداية الموسم هو جل نادي الشباب، أكيد لقى إرث وسهل وأخطاء 6 سنوات ماضية، ما نقول إدارة اللي قبل اللي قبل، بالعكس كثير جاوا اجتهدوا، آخر محمد العقيل كان من أفضل الإداريين ولا زلت أتمنى يعود المنظومة الرياضية، لكن وجد الفريق ممسوخ شخصية بلا هوية، فريق افتقد الاستقرار التدريبي، اللعيبة الأجانب شبه متمرين، هذا يساوم هذا يغيب. جاء خالد البلطان أولا عاد شخصية الشباب وهيبة الشباب، بدأ بدون وعود. الآن اللي قاعد يسويه استقطابات المحلية والأجنبية، الشباب على يعني بإذن الله على موعد مع بطولة الموسم المقبل. الموسم هذا نطمح عربيا، لكن محليا فريق يعني فقد، لكن إذا استمر الفريق بهذا العطاء وبهذه القتالية والانضباط التكتيكي اللي قاعد نشوفه مع المدرب الجديد والاستقرار الفني، حيكون مراكز متقدمة الرابع الثالث، ليش لا، بقي 45 نقطة، كل شيء وارد إذا تعامل الشبابين بجدية. أعيد وأكرر أنه حديث خالد البلطان هذا يعني منهج عمل يطبق كل الأندية دائما فعلا، زي ما قال أبو تركي، رئيس النادي يمثل شخصية وجزء من شخصية كل فرقة، مو بس غير كرة القدم. لما أحس رئيسي رجل يعني يتحدث بوضوح ورجل صادق ورجل يخاف على مكتسبات النادي، يدافع عن نجومه، أيضا ما يسقط، ما بالعكس لما جاء صليهم وهو بحاجة لصليهم قال ما يبغانا بسلامته، هذا الاحتراف، ولكن من استبدله بلاعب عالمي نجم محنيق يعني. فلذلك هذا مو رد على صليهم، رد على الجماهير الرياضية الشبابية اللي مشكة، قال أنا أقدر أجلب للشباب ما هو أفضل ولكن في مرحلة معينة. مكملين أكيد في كرة، حنروح لفاصل قصير ثم نعود.